عايزين بس قبل ما نبدأ حلقتنا، للأسف النهاردة عندنا خبر جالنا الصبح، خبر فعلا حزين جدا جدا. هو وفاة الإعلامي والمحاور الأعظم في مصر والوطن العربي مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 سنة بعد صراع لمدة شهر مع المرض. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر أهله ويصبرنا جميعا. ربنا يرحمه، العزاء لأهله وأصدقائه وكمان العزاء لينا كلنا، لأن أستاذ مفيد فوزي الحقيقة بالنسبة لنا حالة خاصة، والحقيقة أن مصر والوطن العربي فقد إرث كبير جدا جدا جدا. ولكن حديث المساء لن ينقطع، وبصمة مفيد فوزي في ذاكرة كل شخص من جيلنا أو أجيال كتير قبلنا هتفضل موجودة.